هذا واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد عائلة أبول، يتقدمهم السيد محمد بن علي أبول، والذين توجهوا لسموه بخالص الشكر والامتنان على تعازيه ومواساته لهم في فقيد العائلة المغفور له بإذن الله تعالى السيد حسن علي أبول. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يتميز به مجتمع البحرين من قيم التواصل والتقارب في إطار روح الأسرة الواحدة التي تجسد عراقة تاريخ أبناء البحرين. وأشاد سموه بدور العائلات البحرينية العريقة ومن بينها عائلة أبول والتي تقدم جميعها صورة مشرقة للمجتمع البحريني الأصيل، مشيدا سموه بمناقب الفقيد رحمه الله. من جانبهم تقدم أبناء عائلة أبول بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تعازيه ومواساة سموه لهم، مؤكدين أنها تجسد ما يوليه سموه من حرص على السؤال والاهتمام بالمواطنين في مختلف الظروف. دعينا الله عز وجل أن يحفظ سموه وأن ينعم عليه بمنفور الصحة والعافية وطول العمر.